نيجي معلمتنا يا هي معلمتي يا معلمتي شو بحبك يا معلمتي نورتي حياتي وعلي وعلاماتي يا معلمتي. بس بقلبي بيكونوا غير كلمات, بقلبي بيكونوا معلمتي بحبك انا وعاوزك راح الهنا ما بصدق تخلص السنه وارتاح من معلمتي يا معلمتي يا معلمتي المسكيني تعبتي تربيتيني وبالبيكار ضربتيني وبسوالف احتجتيني وبالزاوي ركعتيني وبالاسطر كتبتيني وعدرسي سهرتيني والقصاص اعطيتيني فكرك عم بتربيني وحياتك عقدتيني يا معلمتي. والاهل على فكره بيوقفوا مع الاداره, لانه اذا ما كنت الاول بصفك انت حمار. قولوا معي, اذا ما كنت الاول بصفك انت حمار. بلا انت حمار, اذا ما كنت الاول بصفك حمار. اذا ما كنت الاول بصفك حمار. يا عمي انا شاطر بالرسم حمار. شاطر بالرياضه حمار. شاطر بالموسيقى حمار. شاطر بالمسرح حمار. حمار كبير شاطر بالمسرح حمار كبير. لتكون شاطر لازم تكون شاطر بالمات وبالسيانس, لازم تكون شاطر بالحساب على حساب غيرك. من نحن وصغار بيعلمونا نكبر بالعرض مش بالطول, نضعس على بعضنا نحن وعم نكبر, نلغي غيرنا نحن وعم نكبر. مش هيك انا بعيش طولت كثير, هيدي ورثه من ورثه من الحكم العثماني. بدي اقول للمعلمات انه انتبهوا ما تستهتروا بحدا, لانه ممكن يكون فيك تلميذ قاعد بزاويه اصفر لا بهش ولا بنج انجا قادر يوعى بالصف, يمكن يطلع منه شيء بعدين. تصديقا على كلامي كان في معلمي كل يوم الصبح هيك تصبح فيا وتقول لي مش طالع منك شيء, وتقول امي تلبسني الصبح تعطيني معنويه تقول لي يلا يا حبيبي يلا يا شاطر روح على الدرس, توصل المعلمه تقول لي مش طالع من امرك شيء. هلا والحمد لله برجع بتلاقى بنفس المعلمه بتقول لهم هذا كان تلميذي. يعطيكم الف عافية. هلا مازن.